السلام عليكم يا الإخوة والأخوات. في بداية كلمتي يجب أن أوجه تحية إكبار وإجلال لأحد بنات هذا الصرح وهذا الحفل الكبير الذي نجتمع اليوم لمؤتمره السنوي العام. نقف وقفة إجلال لرفيق الزنزانة الأستاذ إبراهيم شريف. الذي عاصرته حرا ثم سجينا سياسيا، ولكن كان واثق الهامة بفكر تقدمي تحرري ورافضا للخنوع ولكسر الإرادة. وفي وقفتي نيابة عن مرصد البحرين لحقوق الإنسان يجب أن أوجه التحية لكافة نساء ورجالات جمعية العمل الوطني الديمقراطي وعد، الذين وقفوا ضد محاولات إغلاق الجمعية وكسر شوكتها، وبقت صورتها ناصعة ترفض الإذلال، وقاوموا محاولات الغلق بالحرق والتهديد حتى عادت منارا للديمقراطية وأصبحت جناحا ثانيا للمعارضة تحلق به في فضاء الحرية والديمقراطية. مرصد البحرين لحقوق الإنسان إذ يقف اليوم موجها كلمته للحضور يجب أن يبين بأنه يفتخر بكافة أعضائه المنضوين تحت مظلته كأفراد وكممثلين لجمعية العمل الوطني الديمقراطي. ولا ننسى دور الجمعية في احتضان العديد من الفعاليات وتسخير مقرها للعديد من الأعمال التي نظمها مرصد البحرين لحقوق الإنسان، كما لا ننسى من أعضائه وأخص بالذكر المناضل عبد النبي العكري والأستاذ عيسى الغايب والسيدة فريدة غلام، الذين لم يوفروا أي دورة من دورات مجلس حقوق الإنسان فساهموا بفعالية في نضالات فريق البحرين الحقوقي في جنيف. وإذ استذكر الاستهداف عن طريق الملثمين بوسائل المخابرات وبحيل الضعيف كالحرق وإرسال الملثمين في جناح الظلام، فإننا نكبر لوعد وقفتها ضد المحاولات التي تعرضت لها والتي يمكن أن توصف بالقانونية، كما لا ننسى بأن وعد كانت دائما داعمة لكافة حقوق العمال وللفئات الأولى بالرعاية كالمرأة والطفل. في هذه الكلمة وكقانوني وكمحامي يجب أن أبين بأن المحاولة التي توصف بالقانونية التي تتعرض لها وعد لإغلاقها هي وجناحها الثاني الوفاق عن طريق استخدام قانون الجمعيات السياسية التي سجلت فيه وانضوت تحته بهذا القانون الذي وضعته دائرة الشؤون القانونية التي يشرف عليها وزير العدل، وهو الذي يشرف على تعيين القاضي وترقيته وتعيينه. فهل هذا هو ما يوصف بالفصل بين السلطات؟ على فرض وجاهة الأسس التي قامت عليها الدعاوى المرفوعة ضد وعد والوفاق لتجميدهما، فإننا نتساءل لماذا رفعت بهذا التوقيت، والحال بأن المخالفات يقال بأنها حدثت قبل 3 سنوات، وفي وعد فإن الأساس الذي رفعت عليه الدعوى هو من أجل تنحي السجين السياسي إبراهيم شريف عن منصبه كأمينا عاما. وهنا يجب أن نذكر بأن الفرق العاملة في مجلس حقوق الإنسان وخصوصا الفريق الخاص بالاعتقال التعسفي والفريق الخاص بالحق في تكوين الجمعيات والتجمع السلمي قد بينا بأن وقف إبراهيم شريف والرموز الباقين هو وقفا تعسفيا حتى اليوم، ولا يعتد بالحكم الصادر من المحاكم لأنه لم تتوافر له مبادئ المحاكمة العادلة، فقد عذب وكانت محاكمته سياسية ولذلك ف
فإن الحكم الصادر بحقه لا يمكن الاعتداد به من وجهة نظر حقوقية بحتة. فهذا يعني بأن الأساس الذي رفعت به الدعوة لتغيير لتجميد الجمعية حتى يتم تغيير الأمين العام لا يوجد له أساس في القانون الدولي. وهنا يجب أن نتساءل وبالعامية، التسجيل في قانون الجمعيات، فإن سجلت ويلاه وإن لم تسجل ويلاه، فالمسجلين يتعرضون للوقف بسبب هذا القانون، وغير المسجلين يتعرضون للسجن بسبب عدم تسجيلهم وتكوينهم لجمعيات تفترض الدولة بأنها أسست على خلاف القانون لأنهم لم يكونوا مسجلين. فنحن نود أن نتساءل ونسأل الدولة ماذا يمكن أن نفعل، هل نسجل أو لا نسجل، هل نشارك في الحياة السياسية أو لا نشارك في الحياة السياسية. يفترض في هذه الدولة التي يجب أن تكون على أسس تسمح بالرأي الآخر وتسمح للجمعيات السياسية بمراقبة عملها وإسداء النصح لها وتقديم المشاريع التي تنتشل الدولة من هذا الظلام الحالك لعقود إن صح التعبير، وخصوصا خلال الأعوام الأربعة الماضية. على الدولة أن تعترف بدور الجمعيات السياسية في المشاركة في الحياة السياسية، وعليها أن تتوقف عن كل سلوك يمنع الجمعيات السياسية من أن تقوم بدورها التي أنشئت من أجله، وعلى القضاء أن لا يساير الدولة في طلباتها، وعليه عندما تعرض له دولة عندما تعرض له قضية عليه أن يحكم مبادئ القانون الدولي لا القانون المحلي، لأنه أسمى وأعلى. والقانون الدولي يضمن للجمعيات حرية التجمع السلمي دون رعاية من الدولة ودون فرض لإرادة الدولة وآرائها. القانون الدولي أيضا يضمن تكوين الجمعيات ويرفض التعرض لجميع أشكال حظر التجمع والتعبير عن الرأي. فالديمقراطية وحقوق الإنسان يفترض أن تكون بدعم الجمعيات للتعرض لها، ولذلك على الدولة أن تضمن استمرار الجمعيات، وعليه نطالب بوقف الدعاوى المرفوعة ضد تجميد نشاط جمعية العمل والوفاق، وعلى الدولة أن تتخلى عن الدولة البوليسية المغلقة والشمولية التي تضيق على الحريات، لأن هذه الدولة عليها أن تختار بين الحرية والديمقراطية أو أن تبارس دور الشرطي. والسلام عليكم ورحمة الله.